السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى؟ نعم. إيه لو سمعت يا شيخ، كانوا دايما بيقولوا ان المزار ما ينفعش الا مذهب عليه. الشيعة اللي يقولون هذا. ايه طب الاصح ايه، اخد مذهب ولو مش اخد مذهب امشي ازاي في الفقه لو مش عايز اخد المذهب؟ تقول مذهب علي. ايه؟ بتقول ايه؟ ماذا قلت؟ يعني لو عايز اتمذهب مالكي او شافعي او حنبلي. لا تتمذهب. نعم؟ لا تتمذهب. طب امشي ازاي في الفقه؟ انا خلصت الفقه الميسر. تمشي زي في الفقه، ادرس المسائل دراسة مقارنة. يعني كل الوضوء والطهارة كل مسألة درسها دراسة مقارنة، بمعنى تستخرج الأدلة التي وردت فيها ومناقشات العلماء لبعضهم فيها وصحة الأحاديث وتتوكل على الله تبني. جزاك الله خيرا. وياك.